بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 22/12/2021 هو آخر يوم اختبار لي في جامعة الإمام كلية القانون، وكان الاختبار عقود النفط والغاز، والحمد لله كان الاختبار ميسر. أستهل هذه المناسبة بشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه وإعانته لي خلال 4 سنوات ونصف الماضية، ثم بعد الله سبحانه وتعالى أشكر والدي الذي شجعني وحثني على إكمال دراستي الجامعية واختيار قسم القانون أو الحقوق، بل كلف نفسه عناء تجديد الشهادة الثانوية لي لأكمل الدراسة الجامعية. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك في عمره ويجزيه عني خير الجزاء. كذلك أشكر والدتي التي ما فتئت تدعو لي، يعني دراستي في المرحلة الابتدائية والمتوسطة كانت جهودها كبيرة في تدريسي ومتابعتي، فأسأل الله العظيم أن يبارك في عمرها ويلبسها ثوب الصحة والعافية هي ووالدي. ثم أشكر زوجتي التي كان لها دور كبير في إعانتي في الدراسة، بل كان لها جهد في اختباراتي، فكانت يعني تعينني، يعني تعمل لي اختبارات سريعة من الملخصات قبل الامتحانات في الجامعة. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعينني على ردي المعروف. وكذلك أستهل هذه المناسبة بتوجيه رسالة لكل من فاته أو فاتته الدراسة الجامعية لسبب من الأسباب: لا تتردد بأن تتقدم للدراسة الجامعية مهما بلغت من العمر، ليس هناك أي مانع، الموانع هذه يضعها الإنسان لنفسه، ولكن في الحقيقة إذا أراد الإنسان أن يصل إلى هدف معين فالمطلوب أن يتوكل على الله ويخطو الخطوة الأولى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد الحسامي في 22/12/2021.